في سؤال دوائي جديد. السؤال هو انه نحن ليش ما نعطي دواء البانتوبرازول مع القهوة؟ بالنسبة للبانتوبرازول مثل ما بنعرف هذا الدواء هو من الأدوية اللي بتنتمي للبروتون بامب انهيبيترز أو البي بي آيز، وهو بينعطى بحالات القرحة الهضمية، بحالات عسر الهضم، لحتى يخفف من إفرازات محتويات المعدة الحامضية. أوكي، ومن الأفضل أنه يعني يتم تناوله قبل ساعة من الوجبة الطعامية. هو بيعطي تأثيره بشكل مباشر على المعدة، وإنما أول شيء لازم يتم امتصاصه للدم ليعطي تأثيره بمواقع التأثير بخلايا المعدة يلي بتفرز حمض كلور الماء اللي هو الـ HCL. هلأ نحن لازم نتجنب تناول أطعمة يعني يلي هي بتزيد الأعراض سوءا عند مرضى القرحة، وبتنقص من فعالية المعالجة بهذا الدواء. ومن الأطعمة هاي في عنا التوابل، في عنا الأطعمة الدسمة، في عنا كمان المشروبات الغنية بالكافيين مثل القهوة والشاي والكوكاكولا، وكمان المشروبات الكحولية. فمشان هيك بفضل نحن ما نعطي البانتوبرازول مع مثل هالمشروبات هاي، واللي منها مثل ما شفنا بهذا السؤال هو القهوة. تمام؟